بسم الله نبدأ وعليه نتوكل ومنه دائما وابدا نطلب السداد والتوفيق والنجاح. مشاهدينا الكرام، حفلنا الاعزاء، نرحب بكم اجمل ترحيبا من هنا من ارضية هذا الميدان، ميدان الابيض لسباقات الهجن العربية الاصيلة ضمن انطلاقات هذه الشارة المقدمة من شؤون البلاط السلطاني الممثلة بالهجان السلطانية. والشكر موصول مع الاتحاد العماني لسباقات الهجن ايضا على دورهم الفعال والمبذول هنا في ارضية هذا الميدان وفي شتى ميادين السلطنة. ينطلق ثالث اشواطنا، وهو يعتبر الشوط الاول الخاص بالقعدان الاذاع، مسافتنا هي 5 كيلومترات. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين، نذهب مع هذه التحديات وهذه الانطلاقات المثيرة مع هذه التحديات الصباحية، تحديات سني الاذاع. نذهب ونباشر مقدمة شوط المركز الأول، اللي خذ المركز الأول مقدمة الشوط هملول سعيدة بن محمد الوهيبي من يأتي مع المركز الأول، بينما ثاني المراكز وثاني التحديات سراب محمد بن سعيد العامر الحبسي من يأتي مع المركز الثاني، بينما ثالث المراكز وثالث المنطلقين سلهود سعيدة بسال بن علي الوهيبي من يأتي مع ثالث المراكز وثالث المنطلقين، بينما رابع المراكز رابعة الانطلاقات هنا داعش من يأتي، داعش يحافظ على هذا الاسم، هذا الاسم يا سلام يا سلام، الله خطير اسم داعش من يشاركنا في هذا الانطلاقات المثيرة ما شاء الله. هنا سالم بسعيد الزرعي من يأتي مع ثالث رابع المراكز، خامس المراكز وخامس المنطلقين الطيار من يأتي غانم بسيف بن ناصر الخميسي من يأتي مع خامس المراكز خامس التحديات، بينما مشاهدي الكرام سادس المراكز وسادس المنطلقين شاهين من يأتي مع المركز السادس، شاهين من يأتي حمود بن طويرش بن محمد الوهيبي من يأتي مع المركز السادس، بينما سابع المراكز سابع المنطلقين من يتواجد شاهين سعود بن عبد الله بن سالم اليحافي من يأتي مع سابع المراكز وثامن المراكز، أجد التحديات ثامن المراكز شاهين من يأتي العبد بن علي بن سليمان الوهيبي، تاسع المراكز تاسع المنطلقين من يأتي هنا مصوب سليم بالعبد بن علي الزرعي من يأتي مع المركز التاسع، عاشر المراكز عاشر التحديات من يأتي عاشر المنطلقين من يأتي هنا موادع للهجان السلطانية مع بقيادة المضمر حمدان بن حميد بن هلال العسكري من يأتي مع المركز العاشر. إذن أكملنا مشاهدين الكرام، مشاهدين الأعزاء، العشر المراكز المتقدمة في هذا الشوط وفي هذا الانطلاق، نعود إلى الصدارة إلى المقدمة إلى انطلاق الأول. الله الله هملول من يأتي، هملول يا هملول، الله الله يا هذا الشعار صال وقال في دول الخليج، هنا كما شاهدتم مساء يوم الأمس صالة هناك على تحفة ميادين السباقات ميدان المرموم، وهو ينطلق بكل قوة وبكل ثارة مع هذا الانطلاق المثير. هملول يا هملول، روح يا هملول والقلب داعي لك، هنا مع الصدارة مع المركز الأول سعيدة بن حمد بن محمد الوهيبي من يأتي مع المركز الأول مع التحديات الأولى، يا سلام يا سلام، الله الله يا المركز الثاني القادم سلهود، سلهود يا سلهود، تقدم سلهود سعيد بن سالم بن علي الوهيبي من يأتي مع المركز الثاني، بينما ثالث المراكز وثالث المنطلقين من يأتي الطيار من يأتي غانم بن سيف بن ناصر الخميسي، ولكن أرى الشعار الغالي يتقدم هنا مع المركز الثالث، غير من المركز الرابع إلى المركز الثالث، الله موادع موادع للهجان السلطانية بقيادة المضمر حمدان بن حميد بن هلال العسكري من يأتي مع المركز، غير من المركز الرابع إلى ثالث المراكز، بينما خامس المراكز خامس التحديات والانطلاقات ما شاء الله. أرى القدوم هنا من قبل مصوب سليم بالعبد بن علي الزرع
الشرعي من يأتي مع المركز مع المركز الخامس. بينما مشاهدي الكرام مشاهدين الأعزاء سادس المراكز وسادس المنطلقين والمتحدين والبارعين في هذا الانطلاق المثير. من يأتي هنا؟ من يأتي؟ شاهين أحمود، أحمود بن طويرش بن محمد الوهيبي يا سلام. أيضا هناك صالة وقال في يوم الأمس على تحفة ميادين السباقات هناك مع شوطة رمز القعدان. الله الله الله. إذا مشاهدي الكرام نكتفي بهذا القدر ونعود عند الصدارة، نعود عند المركز الأول عند الله. يا سلام يا سلام، نقترب من لائحة الإعلان، لائحة الإعلان الأخيرة والمتابعة. ورشعار الغالي يتقدم مع الصدارة مع المركز الأول. الله الله الله. هنا موادع وعلى ما أظن وادع موادع مع المركز الأول للهجان السلطانية بقيادة المضمر حمدان بن حميد بن هلال العسكري. من يأتي مع المقدمة مع الانطلاق الأول؟ الله الله. بينما ثاني المراكز وثاني المنطلقين أرى التحديات القادمة، أرى الانطلاق المثير. سلهود سعيد بن سالم بن علي الوهيبي. الله الله يا سلام. بينما المركز الثالث مشاهدينا الكرام أرى القدوم شاهين سيف بن علي بن عامر الجابري. من يأتي مع المركز الثالث ورابع المراكز رابع المنطلقين والمتحدين؟ الله الله الله. هنا وصل وصل السريع للهجان السلطانية بقيادة سبيع بن عبد الله بن محمد السبع بن عبد الله بن محمد اليحافي. من يأتي مع مركز الرابع؟ الله الله. اكتفي بهذا القدر واعود عند الصدارة عند المركز الأول عند الصدارة عند الانطلاق الأول الامتار الأخيرة الامتار النهائية. الله الله الله. الصدارة والمقدمة والانطلاق الأول والتحديات الأولى. موادع 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 مع المركز الأول مع الانطلاق المثير مع الخمسمائة متر الأخيرة وجولة الأوامر وجولة الانطلاقات المثيرة. موادع للهجانة السلطانية بقيادة المضمر حمدان بن حميد بن هلال العسكري. من يأتي مع المقدمة؟ ولكن ولكن شاهين رفع راي الخطورة. شاهين سيف بن علي بن عامر الجابري. من يأتي مع المركز الثاني؟ ولكن خلاص خلاص موادع 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 وادع مع الميتين متر الأخيرة. سلام الحجان سلام على هذا الأداء الجميل الأداء المثير الأداء المثير. تهانينا للحجان السلطانية على فوز موادع بال المركز الأول والتهنئة موصولة للمضمر حمدان بن حميد بن هلال العسكري. المركز الثاني وصل مشاهدي الكرام شاهين سيف بن علي بن عامر الجابري. والمركز الثالث وصل مشاهدي الكرام السريع الهجان السلطانية بقيادة المضمر عبد الله بن محمد بن سبع عبد الله السبع بن عبد الله بن محمد اليحافي. نعود بالتهنئة والناموسة للهجان السلطانية مع انتزاع موادع للمركز الأول. تهانينا للهجان السلطاني والتهنئة موصولة للمضمر حمدان بن حميد بن هلال العسكري. مشاهدي الكرام التوقيت الزمني هنا 7:49. تهانينا للجميع.